في واحدة من الحلول الترقيعية لمعالجة السكن العشوائي ارتأت حكومة البصرة المحلية قبل 8 سنوات بإنشاء مدينة كرفانية توزع للمستحقين من عوائل الأرامل والأيتام والمعوزين، لكنها هي الأخرى خضعت للمحسوبية والمنسوبية والبيع والشراء على حساب الفقراء. والله هاي توزعت أصلها للفقراء، هو أكو ناس يعني ما تملك هذا الشيء، وأكو ناس يعني ما تستحق هذا الشيء، نصها 3/4 موظفين ونص هذه، فاستقرت هنا زين، والفقراء عافوها وراهم، فاضطرت الفقراء أن تشتري من هذا الشيء زين نص الداينة، وأنا واحد من الناس يعني فقير وحالتي تعبانة زين، اضطريت الداين واضطريت كل شيء أسوي على مود السكن هذا اللي هنا. هذا ملف فساد كبير يتعلق بالأرامل والأيتام، باعتراف حكومة الزبيرة المحلية أن هناك تلاعب بالكرفانات التي هي مساكن للفقراء والمساكين والمحرومين، قد أعطيت لمسؤولين قاموا بإيجارها لمواطنين فقراء أو قاموا ببيعها. هذا الملف يجب أن يفتح كونه ملف على تماس بالفقير. معاناة هذه المدينة التي تضم قرابة 300 دار لن تقتصر على المساومات وشبهات الفساد، بل تعدت إلى نقص الخدمات الضرورية لنضعها على طاولة حكومة الزبير المحلية التي وعدت بحلها بأقرب وقت وإدراجها ضمن خطة مشاريع البنى التحتية للقضاء. المدينة الكرفانية طبعا نشأت في عام 2012 وبعدد 300 وحدة سكنية كرفانية، طبعا وزعت هذه الوحدات السكنية على المتجاوزين عن المشاريع سواء في مركز مدينة وكذلك في قضاء الزبير. سوف تشمل إن شاء الله ضمن المراحل المختلفة للبنى التحتية لقضاء الزبير خلال المرحلة القادمة، وأدرجت ضمن المرحلة الأولى. حتى هذه المساكن البسيطة لم تسلم من جشع المنتفعين ومزايداتهم على معاناة المعوزين والفقراء وسلبهم لأبسط الحقوق بمنزل خال من الرفاهية، لكنه بالتأكيد سيكون الملاذ الآمن بنظرهم. لقناة زاكروس الفضائي ستار المنصوري، البصرة.